إذن لتسليط الضوء على أوضاع المسلمين في الهند بعد إقرار قانون المواطنة الجديد وتفشي وباء كورونا، معنا هاتفيا من نيودلهي رئيس المركز الثقافي العربي الهندي عبد المبين سبحاني، مرحبا بك. وكيف بداية هي أوضاع المسلمين في الهند بعد تفشي وباء كورونا وبعد إقرار قانون المواطنة الجديد؟ أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم بمشاهدي قناتكم الموقرة. أهلا وسهلا. فيما يخص موضوع وضع المسلمين في الهند، الوضع مرتبط جدا لكون كانوا يواجهون قضية قانون الجنسية الجديد، ومن ثم جاءنا كورونا فأصبح وباءين مكان وباء واحد، وباء قانون الجنسية الجديد المعدل ومن ثم وباء كورونا. إذ بدأت الحكومة الهندية استغلال الظروف الحالية لكورونا ضد مسلم الهند على عدة أصعدة، منها مراجعة الهويات في مناطق المسلمين بشكل عام بذريعة تقديم المعونات المالية والمساعدات العينية لمسلمي الهند، أو بشكل عام للطبقة الفقيرة والأقليات المعدومة، ليتم إعداد سجل المواطنة لاحقا من خلال جمع المعلومات الحالية بحجة أو بذريعة تقديم المعونات المالية. من ناحية ثانية، بدأت الاعتقالات العشوائية في مناطق المسلمين بذريعة تورطهم في الحادثة الأخيرة في دلهي. نعم، يعني هذه الاتهامات إذن من المسلمين للحكومة الهندية باستغلال وباء كورونا لاستهداف المسلمين هي صحيحة، وقد ذكرتم مؤشرات لذلك، أليس كذلك؟ نعم، هذه ليست اتهامات وإنما هذه وقائع على عرض الواقع، ويعرفها القاسي والداني، وهي مستمرة. ما الهدف منها سيد سبحاني؟ الهدف منها إضعاف المسلمين من ناحية، ومن ثم إقامة الدولة الهندوسية ذات لون واحد على أكتاف وعلى أشلاء مسلم الهند مع الأسف الشديد. ولكن وزارة الصحة الهندية اتهمت المسلمين بنشر فيروس كورونا في البلاد، لماذا برأيك تقوم وزارة يفترض أنها تمثل كافة طوائف الشعب تقوم بهذا الاتهام لجزء كبير من شعبها؟ هذا دليل آخر جديد يدل على الإجراءات التعسفية من قبل الحكومة الهندية ضد مسلم الهند، بحيث وزارة الصحة الهندية حينما تقوم بنشر أخبار أعداد المصابين من كورونا فتقدم قائمتين، القائمة الأولى بشكل عام المصابين من الشعب الهندي، والقائمة الثانية المصابين من المسلمين باعتبار هم سبب بنشر كورونا. هناك كانت قضية جماعة التبليغ في دلهي، و طلبت الجماعة من الحكومة الهندية بأنها تقدم الموافقات الرسمية للباصات للخروج من المبنى، ولكن الحكومة ماطلت لحد أن انتشر الكورونا في جماعة التبليغ، ومن ثم بدأ الإعلام الهندي بشن هجوم شنيع على مسلم الهند وتشويه سمعتهم، وسمي بجهاد كورونا، لأن المسلمين
ينهون قتل الشعب الهندي من خلال نشر الفيروس كورونا. إذن شكرا جزيلا لك من نيودلهي رئيس المركز الثقافي العربي الهندي عبد المبين سبحاني.